شكرا. معنا الدكتور هيلدا الخوري. بونجور. دكتور بونجور. دكتور هيلدا الخوري ممثلة وزير التربية والتعليم العالي، مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي، مسؤولة عن توجيه وإرشاد المعلمين وأحيانا الطلاب، حائزة على درجة الماجستير في الرياضيات والمعلوماتية والتعليم. تقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على درجة الدكتوراه في علوم التربية تعليم الرياضيات. دكتور هيلدا، أنا بعثك من بعيد أيام الامتحانات الرسمية، صار لي أنا سنتين غايبة عن الامتحانات الرسمية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي، واسمحي لي بالأول هنيكم دكتور علا، وكمان هني أستاذ خليل على المبادرة المميزة يلي إذا بدكم بتشبه حالتنا بلبنان، كيف منحول كل شيء صعب لشيء إيجابي، فبهنيكم على المبادرة. إن شاء الله نقدر نوصل بهالإنجاز لخواتيمو. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. أنا عندي كثير أسئلة كثير. يلا أنا نحن جاهزة. بننطر حدا من الوزارة لنسأله اليوم كيف عم بتفكر وزارة التربية تتعامل مع ما يأتي، لأنه كورونا أجتنا أول شيء صدمة، ورحنا إذا بدنا غصب عنا يعني لتطبيق اعتباطي للتعليم أونلاين. جربنا نخلص السنة الماضية بالتي هي أحسن، بس لما يغيبوا تلاميذنا عن التعليم والتعلم، وفتنا بسنة جديدة. هل كنا راضيين عن الخطة اللي طبعت وماذا بعد؟ خلينا نوضح انه مثل ما هلا سمعنا دكتور جعفر، ومن حتى بنعمل له تحيه من هون لكل فلسطين وحتى لكل بلاد اللي عم بيسمعونا، بس هون بحب اوضح انه لبنان ما اجت جائحه كورونا وحده، يعني ما فعلا فينا اذا بدكم نقارن، لانه بمحل معين بعتبر الازمه الكبيره كانت الازمه الاقتصاديه. الأزمة الاقتصادية كانت كتير تقيلة على القطاع التربوي وعلى كل القطاعات، وهون بشجع كل الأساتذة وبهنيهم، لأنه بالرغم من أنه معاشهم ما بقى يسوى شيء، بقيوا يكافحوا إن كان بالجامعات والمدارس والمعاهد تنضل محافظين على نوعية التربية. وكمان إجا الانفجار، يعني بعد هودي الثلاث أزمات صار كل القطاعات بلبنان عندها مشكلة، بس مثل ما دايماً بلبنان كان عندنا هيدي نقدر نقاوم ونقدر نقطع كل الصعوبات تنحافظ على هيدا البلد اللي كلنا بنحبه. مشان هيك انا برايي بالقطاع التربوي يلي انعمل هو يلي بنقدر نعمله حاليا، بس التربيه بلبنان مسؤوليتها بتتخطى وزاره التربيه. مفترض كل الدوله بكامل وزاراتها، وزاره الاتصالات، وزاره الطاقه، حتى مصرف لبنان، حتى وزاره الماليه، نقدر سوا نتعاون يرجع القطاع التربوي مثل ما كان. وعلى طول عنا أمل كتير كبير، عنا أمل إذا بدكم بالمواطنين، عنا أمل أكثر بالأساتذة اللي على طول برجع لهم، لأنه بفتكر هن بفضلهم وصلنا هون بالتربية وصارت مفخرة، وبفضلهم رح نقطع كل هيدي الأزمات ونروح لقدام. فيلي هلأ بنشرح إنه يلي عملناه بوزارة التربية هو كان من ضمن المتوفر اللي قادرين نعمله، بس بالتربية بالبلدان إذا بدكم ما بنقدر نروح فيها أبعد إذا ما كل الدولة بكامل مقوماتها وقدراتها انحطت بخدمة التربية. قطاع التربية لأي درجة مظلوم، والتربويين لأي درجة مظلومين؟ كنا عم نشوف مشاكل حقوق المتعاقدين، شو بعد بدنا نقول؟ مشاكل قد ما بدك منقول، الأهل ما نو عاجبهم، مع أنه شغلنا صار دوبل، ما بقى في أستاذ عم يلتزم بدوامه، عم يشتغل دوبل دوامه، عم بحضر دوبل لأنه التعليم أونلاين أخذ كتير من وقته، والباوربوينت الواحد بده تحضير يوم ونص يمكن، والأهل بيقولوا الأستاذ شو عباله قاعد بالبيت وعم بيعلم وطالع، بس ولادنا مش عم يفهموا. على أي أكثر من صعيد الظلم بقطاع التربية، شو رأيك؟ خلينا نقول بالأزمة اللي نحن فيها بالتعلم عن بعد، كل العالم صار أصعب للتعلم. إذا بناخذ الأهالي كتير أصعب يتابعوا أولادهم، وصاروا مضطرين يتابعوا كل المواد، مش بس مادة واحدة مثل ما كان بالأول، أو حتى يتابعوا بس فروض، لا صاروا بدهم يتابعوا شرح الدرس. المعلمين صاروا بده يحضروا 10 مرات أكثر، وصاروا يتعبوا 10 مرات أكثر. نفس الشيء الإدارات، نفس الشيء يعني القطاع التربوي، إن كان بالوزارة إن كان بالمركز التربوي إن كان كل حتى الناس يلي هي بالجامعات خاصة أو رسمية صارت تقل عليهم أكثر. فهون مهم إنه كل حدا يقدر يضحي شوي تنقدر نقطع هيدي الأزمة. بس برجع بقول لك يعني أكثر ناس انظلموا أنا برأيي انظلموا الأساتذة، انظلموا الأساتذة لأنه بنفس الوقت لمعاشهم كتير قل، وصار الشغل مطلوب منهم ضرب 10 وضرب 20. فكرمال هيك أنا بقول هلأ بالقصص المتوفرة حاليا، يعني وزارة التربية مع المركز التربوي قدروا أمنوا بعض الموارد الإلكترونية اللي صارت موجودة من هذيك السنة، في رسوس سيستم أنا إدارة طلعت عليهم. التعلم صح، وحتى سيستم إدارة التعلم كلاسترا اللي هلأ خلص صار مدمج مع المحتوى الإلكتروني، صارت منصة مش وحدة الحال مع بالإدارة كلاسترا يعني والمركز سيبوه.
صح، وحتى عملنا التي او تي، يعني صرنا جاهزين ننطلق بالمدارس، وانخلق يوزر لكل تلاميذ لبنان خاص ورسمي، وهيدا رح يكون مجاني مين رح لسنتين يمثل بالرسمي ولسنه نفسنا بالخاص. بلبنان؟ فهيدا ما بعرف اذا في سؤال يمكن ما سمعته منيح، اذا مين حيمثل كلاسيرا بلبنان؟ لا هيك مش عم فوت بالقصص التقنيه، بس في هي الشركه انعملت ام او يو، انقبلت من قبل مجلس الوزراء بهيدا الحاله، طلع لنا موافق عليها ورح تكون مجانيه، ما في اي لازم بهيدي الحاله نقدر نكون عم نستفيد من كل شيء عم بيصير تنقدر نخدم اكثر التعلم عن بعد. فاذا امان نعم، عم تسمعينا دكتور هيلدا؟ تيمز كمان مع مايكروسوفت، وانا عم بسمعكم، عم تسمعوني؟ اي اي نعم تفضل. وي عم نسمع. قطش عندي عندك كمان؟ انا ما عم بسمع محمد ابو حيدر بالاول. دكتور محمد، راح ناخذ حضرتك لكن نرجع اوكي، فبهيدا كله اذا اوكي بدكم مش انجد هالقد اهين للكل. هون كمان المركز التربوي للبحوث والانماء كان عم بيعمل تدريب ما بعرف اذا عم تسمعوني. اي عم يقطش الانترنت من عندك، عم يقطش الانترنت من عندك شوي. هلا بقدر كفي؟ ايه تفضلي. تفضلي. اوكي، كنت عم بشرح في تدريب للاساتذه مع المركز كيف الابروش بيداجوجيك بقلب التعلم عن بعد، وكمان نعم. كيفيه استعمال المنصه تيمز هيلدا ما عم نسمعك. هو الكونكسيون من عنده مش من عنا. عملنا تقليص للمناهج لأنه بهيدي كورونا نعم ما فينا نحط بالصف الساعة الكاملة تبعون الصف، مشان هيك عم تقدروا تسمعوني؟ لا كثير عم بقطش الانترنت، عم نسمع كلمة ايه كلمة لا. اخر شيء سمعناه عن تقليص المناهج. صح. إذا حبي رح كفي، إذا كان مش واضح المناهج بلبنان كان لازم كل شيء يكون مرن بالتعليم هاي السنة، نعم ومش هاي لبنان، صار كل الدول، فصار في الفيات الأساسية، يعني أكثر شلنا المعارف اللي ممكن التلميذ بعدين يقدر يعوضها، وخلينا الكفايات الأساسية بالمنهج، وهيك رح يصير بالامتحانات الرسمية. الامتحانات الرسمية حتكون امتحانات كمان تقليدية صارت ولا حيكون في الامتحانات كري... عندها تسجيل. أردون الامتحانات الرسمية حتكون امتحانات تقليدية مثل ما بنعرفها دايما، ولا حيكون في كريتير جديدة بظل التعلم الإلكتروني؟ لا أكيد في معايير جديدة هيدي السنة، رح تصير في امتحانات مكيفة تتصدر مع الواقع اللي نحن فيه. الأسبوع الجاي رح يشرح شو رح نعمل بالترمينال هيدا، حتى بآلية الامتحانات الرسمية، الواقع اللي نحن فيه، الواقع الصحي، تنكون عم نحافظ على صحة الأساتذة والتلاميذ. فبس بعد عندي سؤال. التقييم يلي نحن عم نعمله بالمدارس حاليا، واذا ضل فينا الوضع هون اذا صعب بنفكر ما نحن ما عم يوصل الصوت. اي ما هي يمكن شيء مش انا عم بلبنان. بقدر اسمعك كثير. ايه كنت عم بسأل. لا انا نحن هلا بلبنان بلبنان. بلبنان و كان لازم اعرف من الانترنت انك بلبنان. وبعكار بالجنوب. سلمي على أهل لبنان. عكار والشمال. كان عندي بعد سؤال. وصل. نحن التقييم يلي عم نعمله بالمدارس حاليا، خاصة رايحين على وضع ضاغط بالكورونا وبالإصابات،
وكنا عم نفكر بالرجعة على المدارس، بس بعد لا الفريق التربوي تلقى الفاكسان، وعلى ما يبدو الإصابات إلى تزايد، وممكن ما نرجع بنهاية هذا الشهر على المدرسة. ونحن كلنا بنعرف إنه هيدا دوزيام تريماستر بالمدارس الخاصة ورايحين على تقييم. هل التقييم اللي نحن عم نعمله بالمدرسة أونلاين، نحن بالعادة الفورماتيف عم نعملها أونلاين، بس بدنا السوماتيف أو ما بتسميه بعد المدارس تريماستريال، هل معترف فيه عادي وهو لقال ومنكمل فيه؟ بعد ما أنا بارتيسيبانت بس أكد خليل بالله عن الخطة، وأكيد من ضمن الخطة في قرار كرمال التقييم نبحث مع الإيفاليوشن سوماتيف فورماتيف، ورح يكون في شرح بهذا الخصوص، يعني رح يكون في نحن كم إيفاليوشن النهائي وشو هو التقييم فورماتيف وقدام نحسب على كل واحد. أي بس أنا قصدي هيدا التقييم لو كان أونلاين هو معترف فيه؟ قرار بوضع استشاره المركز التربوي. هلا هون رح يكون في جزء على الاونلاين ورح يكون في جزء حضور، وهون بحب اقول انه مثل ما مع الترمينال يا اما بتمان بكره او اللي بعد وبعد منا تدريجيا رح اذا بدكم اليه معينه تيضلوا الناس، فاذا تعالوا نرجع له بلبنان مع احترام الاهالي يلي هن ما بدهم يبعثوا اولادهم. مشان هيك قلب القرار اللي هو رح يصدر من هلا لكم يوم رح يكون عم بيوضح كيف من اي يم كيف طريقه التقديم بضل بالمدمج، واللي مش قادر يعمل تعفي اليه ل التعلم عن بعد. بس في التعلم بلبنان ما قدرنا اما نقدر انه يكفوا عندهم ديفايسات وعندهم شيء كثير عم بيطلبوا بتعلم المدمج، اللي بده يرجع للمدمج بنأمن له كل شيء، والنسخه اللي هي لوزاره الاتصالات نقدر نقطع الجائحه اللي نحن قصد الديفايسات يعلنوا معالي الوزير قريبا، رح تكون هيدا الشيء ايجابي للتلاميذ بلبنان. دكتور هيلدا كثير اسئله وكثير اجابات، بس ضغطنا الوقت لانه ناطرنا مدير عام وزاره الاقتصاد. بتحبي تطلعي معنا بكره لمزيد من المعلومات؟ بلكي هيك بتفيدينا اكثر، لانه بتعرفي القطاع التربوي ما بيخلص في نقاش، اذا كان عندك وقت بنحب نستضيفك بكره بنبقى بنتحدث بالتفاصيل. اكيد يلا شكرا بالوزارة. شكرا كثير للمعلومات وللوقت اللي اعطيتينا اياه، نعتذر على الازعاج نهار الاحد. لا بالعكس، ميرسي لكم، ميرسي بوكو.